كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لم تدخر جهدا لاحتواء الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضعفتها الحرب الروسية الأوكرانية. لفت الرئيس السيسي إلى أنه لولا استعدادات الدولة المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة، مشيرا إلى أنه بالإدارة العلمية والعملية الدقيقة نجحت الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطط التنمية. إنني أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية. كما أؤكد لكم أننا لم ندخر جهداً لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات، ولولا استعداداتنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة. ولكننا بفضل من الله وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطط التنمية، وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات إن شاء الله تكون معدودة.